بدأ عمل الجسر الكهربائي الوحيد في محافظة النجف عام 2017، لكنه بعد فترة قصيرة تعطل دون محاولات حقيقية لإصلاحه، والمواطنون يطالبون الجهات المعنية بإصلاحه بأسرع وقت لكثرة الحوادث التي وقعت والتي أودت بحياة كثيرين. احنا هذا المصحى عاطل، شايب يصحى ما يقدر يصعد، المريت تصحى ما يقدر تصعد، الشارع العام دعس عند حوادث من وراء هذا المصعد، معقوله ما عندنا صيانه احنا سنه 2024؟ احنا هذا الدرج العالم جاي تعاني من عنده، يعني اغلب مو اغلب يعني على طول ما يشتغل، ابد ما اشتغل في يوم، وايب حوادث سببت ناس هنا اندعمت، مره هنا قدامي صار حادث هنا، مره انقتلت هنا يعني مات، مره كبيره انعدمت. يعني عبرت الشارع وصار حادث هنا ماتت. بسبب هو الدرج عاطل، يعني هذا الدرج شنو السبب اللي خسروا عليه هالمليارات هاي وبالتالي بعدين يظل هيك مهجور؟ بلدية النجف بدورها بيّنت إن الجسر تعرض لمحاولات تخريب متعمدة، وسوء الأحوال الجوية كان له دور في تعطله، ولكونه إيطالي المنشأ فإن الأسواق المحلية تفتقر إلى قطع الغيار الخاصة به، وفي الأيام القادمة سيتم إصلاحه ليعود إلى العمل من جديد. جسر المشاة الكهربائي في مدينة النجف الأشرف تم إنشائه في عام 2017، وتعرض لأكثر من مرة إلى أعمال تخريب متعمدة من قبل بعض ضعاف النفوس، وكذلك إلى الأتربة التي تصاحب أجواء مدينة النجف الأشرف. بلدية النجف الأشرف عملت على إعداد كشف خاص بالصيانة، وبسبب عدم توفر المواد الأولية في صيانة هذا المجسر في الأسواق المحلية. المجسر هو يعني المواد الميكانيكية المستخدمة في تجميعه هي مواد إيطالية وغير متوفرة في الأسواق المحلية، لذلك يعني صعوبة صيانة إجراء الصيانة الدورية لمثل هذه المجسرات. ويرى المجتمع النجفي بأن هنالك تلكؤا واضحا في عمل بلدية النجف، لكون تعطل الجسر كان بسبب خلل فني بسيط لا يحتاج إلى يومين فقط لإصلاحه، وسط تساؤلات عن كيفية تعاقد البلدية مع شركات لا توفر قطع الغيار لمنتجاتها في الأسواق المحلية. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة.